نصل الآن sur la route toujours du mille casse-bas, l'ancienne route dirigée par El Glaoui. اشتقنا بزاف لهاد المناظر صراحة، خاصة على هذا الطريق. ملي وصلنا هنا نقول الحمد لله، هانت خير الله. على طريق القمت في اتجاه تيغرمت خفوبريد للقمت، مناظر جميلة رائعة جدا. ها هو المشهد، يا سلام يا سلام. رائع جدا. باقي الخير.